النقطة تبارك الله. ايوا داغي ايوا جيبها ليلى حطها هنا. انت يا غزاله بلا شي كلام ماشي بالتقاشر فين فين ومتى فين هي؟ الحوايج في البيت. حوايج؟ في البيت. تبارك الله الفيديو هذا المهم جانا على غفلة عشتة فجأة تاني الله تغدينا ونسمعوا الشتاء على 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 القزر هو هذا بدا في النقطة وخرجنا نجري وما لعدس عنا برا ولهذه أرنا الشاشية ما لعدس عنا على برا ولهذه كل فورنا كان عندنا ما مغطي يا شي كنت ماشي أصبن في البير خرجنا نجري ماشي أصبن في البير والحوايج كان عندنا نزل في البير عالكب أصبن والحمد لله على هذه النعمة الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب زدنا من فضله الحمد لله على هالكرم الله تا الفلاحة والزراعة بقى كي صفر محتاج خصو الشتاء وبزاف من حاجة وكاين العدس بقى ما خلعناها شي بقى في الخلاء ولا وكاين الحميص عوض الحميص يالله نبات خصو الشتاء خوت الحمد لله جات في وقت اللهم لك الحمد وبقيت نهدر ونسيت البغال في الشمس ثاني الصغير ما زول له من الرجل من تحت انا بزول له عسكوت انت ارفع زين انت عندي درايف ميرا انت هذا مسكين مش بيضرب ابو مقتول عارض عن تمارا قال بيضرب ايه زيد هل تبارك الله يا شتا تبارك الله جات مفاجاه كانوا عين القطط شويه بدات دهكه واحده شتي انا جبت الغلبه هنا هذه عشره الغلمه هذه مسكينه عشره هذه حمله مسكين ليش ما كانوش بعالين برا ثالث شيء باش نعشيوها مع ود نعطيوها تبين صافي بارك عليهم ما باقي لم تبان وانتم هذيك تبارك الله الشتاء جات في وقته اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد ما كناش نعملوه ملي بدات الشتاء وحنا لداخل وهذه خرجنا كنجريو انتم شفتوا الفرن كاع عندنا بلا غطاء العدس كاع عندنا برا زعما قلنا ما عيد الشتاء في شي حاجه حنا يلا قلعناها المهم قلنا جات لهذيك هذيك قلنا نصور لكم هذا الفيديو تشوفوا
كيفاش لهذيك دائما حنا كيفاش كنحطوا الفرن ولا كندخلوا دائما قلنا كيوقع لنا لهذيك ملي كتبدا الشتاء فجاه كيوقع لنا شي حاجه برا بحال هكا كنجريو ليله وهذه هي الحاله ديال البلاد راه اي واحد ماشي احنا. المهم شكرا لكم نتمنى يعجبكم الفيديو والسلامه وتهلاو في رزقكم هذه عندنا البركه تتبعي كنجيبو منها هذا المحل عندنا التبن هنايا هنا فين كنخزنوا التبن هذاك هذا عمر القف هذا التبن باش تعطيها البغال سي بعطاتو أزيارة عليك الكمبوش مزيان من الشتاء كل امسيكم كل شدوا دابا صافي زيد مروه اش انت كتبدع انا لا نهضر عليكم باش ما تقول فينا انا ايوا اجري داغيا والحمد لله الشتا جات بلان سبحان الله اللهم لك الله يلي كنا محتاجين الحمد لله ماشي احنا غراسه كل شيء محتاج الحمد لله كل محتاج الشتا الله يلي حيدو من الشتا وبينو سكت الزيتون هذا عندي الزيتون بلا بحال الزيتون نحيدوه تنقولوا ما انت والملحه هانتوما هذه البرمي اللي عملناها هنا نستافدوا منها البركه هذا الماء هبطنا هنا على القزيره هذا عمرنا بالماء الطواليط هذا الموطر عندنا هذا الضوء هنا نخدموه بالبوطه وكيخدم بليسانس ولكن حنايا درنا له واحد اللعبه خدموه بالغاز بالبوطه ملي كيتقطع لنا الضوء هنا مره كنخدموه ها البريزات ديالو كنخدموه كنحشوا له البريز هنايا ولا هنايا وكيعطينا ضوء للدار كامله. المهم حنا نبارطاجو معكم كل شيء نتمنى هذا الشيء يلقى الاعجاب ديالكم وشجعونا باللايكات وشكرا. ارد عليك اسيهاب ارد عليك تحيه ولدي عمر ولدي حمزه ارد عليكم ارد عليكم سميره الله يرضى عليك جماعه كلها تصفيك يا سميره سميره الله يرضى عليك جماعه كلها تصفيك يا سميره أمينة تحية لبني أحمد واحد واحد تحية لبني السارة ويا عبد الخالة ويا عبد الله يلا معايا يلا معايا تطول يا صغيرة ما نسالك في الشلال ما نزيدوا للفتان يا صغيرة يلا معايا تطول يا صغيرة سارك في الشلال وزيدوا الفدان يا صغيرة صغيرة الله يرضى عليك جماعة كلها تصفيك يا صغيرة